مرحبا، انا اسمي ياسمينة. احيانا ينادوني جاسمين. فيديو اليوم حيكون ASMR. هاقرأ لكم قصة على الديب والمصباح السحري. ايش رايكم بالمصباح؟ Very magical. جدا سحري. اوكي، نبدأ بالقصة. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصور والأزمان، شاب اسمه علاء الدين. كان علاء الدين من عائلة فقيرة جدا، وكان له عم سيء الطباع وأناني. في يوم من الأيام طلب العم من علاء الدين أن يذهب معه للبحث عن كنز في مغارة ما. لما وصل للمغارة المقصودة طلب عمه أن ينزل علاء الدين إلى المغارة ويقوم بإحضار الكنز له. كانت المغارة مخيفة جدا، ولكن علاء الدين دخل إليها، وفجأة أقفل باب المغارة. ورغم محاولات عم علاء الدين فتح المغارة إلا أنه عجز عن ذلك، فذهب في حال سبيله وترك علاء الدين وحده غير مكترث بما سيحدث له. بعد أن يأس علاء الدين من محاولات عمه من إنقاذه، بدأ يتجول بين الكنوز الموجودة في المغارة، وفجأة وجد مصباحا قديما جذب انتباهه. فمسكه ومسح عنه الغبار. لكن المصباح أخذ في الاهتزاز، وخرج منه مارج عظيم الجثة. تعجب علاء الدين مما حدث، فبدأ المارج في شكره لأنه أخرجه من محبسه داخل المصباح، وطلب من علاء الدين أن يتمنى 3 أمنيات. طلب علاء الدين من المارد أن يخرجه من المغارة، فحقق له ذلك وخرج من المغارة. كان في بلد علاء الدين سلطان اسمه قمر الدين، وكان للسلطان ابنة غاية في الجمال. واسمها ياسمينة. في يوم من الأيام ياسمينة قررت أن تخرج من القصر وتستكشف الحياة خارجه. فرأت طفل صغير جائع، أعطته تفاحة، ولكن لم يكن معها أي نقود، فلم تستطع الدفع لبائع التفاح. ولكن قالت له سوف أحضر لك المال من السلطان. ولكن البائع غضب كثيرا، فرآه علاء الدين وأسرع في إنقاذ الأميرة من الموقف، وأعطى البائع تفاحة بدلا منها، فشكرته ياسمينة. ومضوا يمشون ويتحدثون، فأعجب علاء الدين بياسمينة
أعجبت هي أيضا بعلاء الدين. كانوا من حياتين مختلفتين، ولكن الشعور كان متطابق. عادت ياسمين للقصر، ولكن علاء الدين لم يستطع التوقف عن التفكير بياسمين، ويقول لنفسه: كيف أطلب من أميرة الزواج وأنا فقير؟ فقرر أن يطلب من المارد أن يجعل منه أميرا غنيا. ومن ثم ذهب إلى السلطان وطلب يد الأميرة، ولكن السلطان أخبره إنه يريد تزويج ابنته لمساعده الوزير. فقال له علاء الدين: لكن أنا مناسب أكثر لياسمينة، فأنا أمير ولدي الكثير من المال وقصر كبير. سمعت ياسمينة الحديث بين والدها السلطان وعلاء الدين وقالت: كيف تتجرؤون أن تقرروا عني مستقبلي، تناقشوا مستقبلي؟ أنا لست بضاعة لشراء، أنا فقط من يقرر مستقبلي. فقال علاء الدين: أنت محقة، وأنا آسف، أنت لك الحق أن تختاري مستقبلك وتتخذين قراراتك الخاصة، أنا سوف أذهب الآن. فرأته ياسمينة يقف على بساط يطير، وقالت له: انتظر، كيف فعلت ذلك؟ قال: إنه بساط الريح، هل تريدين الذهاب معي في جولة؟ قالت: نعم. فذهبا في جولة. عندما رأت ياسمينة احترام علاء الدين لها، قررت أن توافق على الزواج. فتم الزواج وعاشوا بفرح وسرور في القصر الكبير. ولكن عاد العم عاد إلى البلدة، وعلم أن ابن أخيه علاء الدين لم يمت في الغارة، بل أنه خرج منها وأصبح غنيا وتزوج أميرة. فقرر أن يتنكر العم في ثوب بائع مصابيح، وذهب إلى القصر وقام بمحاولة إقناع الأميرة باستبدال المصباح القديم بمصباح جديد. فوافقت الأميرة فأتته بالمصباح السحري القديم، وأخذت المصباح الجديد. أخذ العم المصباح السحري وطلب من المارد أن يجعل علاء الدين إنسانا فقيرا كما كان. عاد علاء الدين فلم يجد قصره، ورأى الأميرة وأخبرته بأن بائع المصابيح قد أخذ المصباح القديم. فشك علاء الدين بأن عمه هو البائع المتنكر، فذهب بزيارة عمه ووجد المصباح السحري. أثناء حديثه مع عمه أخذ المصباح دون أن يشعر وعاد إلى الأميرة. طلب علاء الدين من المارد أن يخرج. قال له المارد: لا تقلق يا علاء الدين، فلديك أمنية أخيرة متبقية. نظر علاء الدين إلى ياسمينة وقال: أنا آسف، ولكنني لا أريد أن أكون شخصا ليس على حقيقتي. فقالت له ياسمينة: أنا أحببتك لأجلك أنت، ليس من أجل المال ولا القصر. أنا أحبك لأخلاقك الطيبة وحبك للآخرين. فقرر علاء الدين أن يستخدم أمنيته الأخيرة بتحرير المارد، وقال للمارد: اذهب فأنت حر. ففرح المارد
وشعر بالامتنان، وقال لعلاء الدين: مهما حصل علاء الدين فأنت دوما ستكون أمير بالنسبة لي. ياي، انتهت القصة. أتمنى أعجبتكم القصة، كثير فيها دروس نتعلمها، كيف أن كل إنسان يستحق حريته حتى لو كان مارد، وكيف أن المرأة هي كمان لها حق أنها تقرر مستقبلها وحياتها، وكيف أنه علاء الدين لازم يكون هو كمان على حقيقته، ما يكذب أو يمثل، وأن الحب حب للنفس للشخص مو لممتلكاته. هو المصباح، ما في جيني، ما في أي جيني، المارد غير موجود اليوم. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك، سبسكرايب، زر الجرس، وباتريون إذا حابين تدعموني، الرابط في الأسفل. أشوفكم في الفيديو الجاي. Sweet dreams. Bye.